التهم الفساد أموال العراقيين وأضاع أحلامهم وأفقدهم الثقة بالطبقة السياسية. قصة الفساد طويلة في العراق، بدأت منذ تولي أول حكومة عراقية السلطة في منتصف عام 2004 وما تزال تتواصل إلى الآن. من الصعب معرفة الأموال التي هدرت بسبب الفساد، لكن هناك تقارير تذكر أنه تم هدر نحو 30% من مجموع الأموال التي دخلت الخزينة العراقية منذ عام 2003، والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار. وحتى 70% التي أنفقت فعلا، فإن هناك شكوكا قوية أن إنفاق الكثير منها شابه التلاعب وأخذ العمولات. محاولات مكافحة الفساد بدأت مبكراً وكانت عبر مؤسسات عديدة كهيئات النزاهة ومكاتب المفتشين العاملين في الوزارات، لكن ووفقاً لمتابعين فإن المحسوبيات في التعيينات السياسية والمحاصصة الحزبية أفشلت عمل هذه المؤسسات الرقابية. حاولت الحكومة، حكومة الكاظمي، تغيير الصورة السلبية لمكافحة الفساد، ورغم هذه الجهود فإنها تبقى محدودة إزاء الحجم الكبير للفساد الذي تراكم على مدى 18 عاما الماضية. للفساد أذرع طويلة تمتد في المؤسسات العراقية الكثيرة والمختلفة، ولقطع تلك الأذرع لربما على العراق أن يبذل جهود متواصلة وشاملة تقع على عاتق الدولة والمواطنين، وعلى الجميع أن يخوضوها لإنقاذ البلاد. اتخذ يا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إجراءات وصفت بالجريئة لمكافحة الفساد، لعل أهمها إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الفساد مرتبطة مباشرة بمكتبه، لديها الصلاحيات القانونية بالتحري والاستدعاء وإصدار أوامر قضائية بالاعتقال وتنفيذها. وأحيط عمل هذه اللجنة بالكثير من السرية من أجل حمايتها من التأثيرات والضغوطات السياسية، بدلا من الذهاب إلى الخيارات السهلة بمحاسبة موظفين صغار، تعقبت لجنة الفساد هذه رجال أعمال مؤثرين وموظفين كبار في الدولة يمثلون بمجملهم أذرعا اقتصادية للسياسيين. عملت اللجنة على التوصية برفع الحصانة عن العديد من النواب الذين تتهمهم بالفساد، فضلا عن منع سفر شخصيات سياسية أخرى متهمة بالفساد أيضا. كما نشطت الهيئة، هيئة النزاهة في عهد الكاظمي، إذ أصدرت مؤخرا أوامر بالقبض على 58 مسؤول سابق وحالي. كما أصدرت الهيئة أوامر قبض واستقدام شملت محافظ حالي ومحافظ سابق، فضلا عن 25 مدير عام في المنصب وسابق وقائم مقامين اثنين. للحديث أكثر ينضم لنا من مدينة السليمانية الباحث والدكتور الأكاديمي عقيل عباس. أهلا وسهلا بك معنا دكتور، وأبدأ معك سيد عقيل، مساك الله بالخير. وأبدأ سؤالي أهمية هذه الخطوات التي تقوم بها حكومة السيد الكاظمي تحديدا في ملف الفساد على المستوى، على مستوى علاقات العراق الدولية وسياسات العراق الاقتصادية. شكرا على هذه الاستضافة. يعني بيبدو أن ما تقوم به حكومة السيد مصطفى الكاظمي جديد في سياقه. كل الحكومات السابقة تحدثت عن مكافحة الفساد، حكومة السيد عادل عبد المهدي تحدثت عن تصنيفات وترتيبات ونيات لمكافحة الفساد. كان هناك الكثير من الصوت العالي، الكثير من الكلام بخصوص مكافحة الفساد، لكن هذه الجهود لم يتمخض عنها شيء. اعتقالات الموظفين صغار، ثم ذهاب إلى عبر الجهاز القضائي، ثم في أحيان كثيرة يخرج هؤلاء. مع هذه الحكومة، اللجنة التي شكلت، طريقة تشكيلها، حاطت عملها بالسرية، ثم انتقائها للأهداف، يعني قامت بعمل حتى وإن كان محدودا في ظل الاتساع الكبير للفساد، لكنه كان فعالا إلى حد ما
في القطاعات التي ذهبت نحوها، خصوصا قطاع الكهرباء، قطاع المصارف أو الكي كارد، يعني هذه تنطوي على الكثير من السرقة، يعني يأخذ الموظفون كل الذين يعملون في الدولة العراقية يأخذون رواتبهم عن طريق كي كارد، وفيها فساد. فالنوعية، يعني السيد الكاظمي يبدو أنه استهدف قطاعات معينة محددة يشعر أنه يستطيع أن ينجز فيها شيئا ما، وترك قطاعات أخرى يشعر أنه لا يستطيع أن يصل لها بسبب ارتباط الفساد بالسياسة. أنا أعتقد هذه بداية موفقة في ظل يعني القيود والمحددات الكثيرة التي تضغط على هذه الحكومة، خصوصا كونها حكومة بدون أغلبية برلمانية وبدون دعم حزبي. مواصلة هذا الدرب أنا أعتقد سيعود على السيد الكاظمي بالكثير من الدعم الشعبي. دكتور، كما تعلم الارتباطات العراق الاقتصادية مع المجتمع الدولي، تحديدا مع البنك الدولي، مع صندوق النقد، جزء منها مرتبط بسمعة العراق، التي جزء من سمعة العراق الاقتصادية والمالية، جزء منها طبعا تتأثر بصورة كبيرة بالفساد. اليوم هذه الخطوات شلون ممكن تحسن وضع العراق أمام هذه المؤسسات الدولية؟ بشكل عام المؤسسات الدولية لديها وجهة نظر إيجابية بخصوص هذه الحكومة، أساسا بسبب الورقة البيضاء التي أصدرتها. هذه الورقة، قد تكون هذه الورقة إن نفذت الإنجاز الأهم لهذه الحكومة، فيها خطوات بخصوص إعادة هيكلة الاقتصاد. جزء كبير من مكافحة الفساد ترتبط بإعادة هيكلة الاقتصاد والخروج من الاقتصاد الريعي الذي يسمح للكثير باستخدام موارد الدولة في غير السياقات الصحيحة المفضية إلى الإنتاج. نحن نحتاج جمهور ينتج، ما لدينا الآن هو جمهور يستهلك يعتمد على الإيرادات النفطية. في ظل هذا السياق العام، يعني ما اقترحته الورقة البيضاء بخصوص الأتمتة، هذه نقطة مهمة وأساسية في مكافحة الفساد. هناك الإشكالية الأخرى والأكبر، وهو فساد العقود. فساد العقود هذا يعني يحتاج عليه الكثير من العمل، بعضها في وزارة الكهرباء أعتقد تعاطت معه الحكومة. المجتمع الدولي، المؤسسات المالية الدولية بشكل عام، يعني هي داخلة فيما يحدث في القطاع الاقتصادي العراقي. يعني منذ 2016 لديهم معرفة دقيقة، ولديهم أيضا معرفة بالعوائق السياسية، الفساد السياسي والمحاصصة. لذلك هم لديهم تفهم. بنهاية عهد السيد عادل عبد المهدي كان هناك خيبة أمل كبيرة لدى المؤسسات الدولية بخصوص التعاطي مع العراق. العراق أعطى وعودا في عهد السيد العبادي وبخصوص إصلاحات اقتصادية، إعادة هيكلة الاقتصاد، مكافحة الفساد، في وقت كان العراق يعاني من أزمة اقتصادية، تراجع الموارد النفطية. فقبلت المؤسسات الدولية بدعم أمريكي أن تساعد العراق، وبدأ العراق ببعض الخطوات المهمة. لكن عندما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في نهاية عهد السيد العبادي، بدأ البلد يتراجع عن الالتزامات، والالتزامات الأساسية هي هنا يعني عقلنة القطاع العام، تقليل عدد الموظفين، الخروج من الاقتصاد الريعي الذي إيجاد بدائل لموضوع النفط. يعني حضرتك بالضبط هذه النقطة حضرتك ذكرتها، اللي هو إيجاد بدائل للنفط، إيجاد بدائل للاعتماد على هذا النظام الريعي. دكتور، أيضا نقطة أخرى، موضوع الفساد مرتبط ليس فقط في الداخل العراقي، بل الفساد أيضا أو أموال الفساد لربما انتقلت إلى أكثر من مكان في المنطقة وحول العالم. يعني بالحقيقة كيف يمكن للعراق، أو هل تتابعون من مكانكم، هل تتابعون أي إجراءات لحكومة السيد الكاظمي بشأنها أن تعيد هذه الأموال، أو تعاون مع دول الجوار أو دول المنطقة لإعادة هذه الأموال إلى العراق؟ يبدو أن الذي تقوم به حكومة السيد الكاظمي بعد اعتقال بعض الرؤوس الكبيرة هو شكل من أشكال المساومات القضائية. تسقط التهم
إزاء إعادة يعني المبالغ أو قسم كبير من المبالغ. هذا هو الخيار المتيسر الآن لهذه الحكومة. نحن نتحدث عن حكومة يعني لن تبقى طويلا. الإشكالية هي الأساسية، هي ليس فقط أنه الأموال تخرج خارج البلد، وإنما أيضا هو يعني وجود المكاتب الاقتصادية، استمرار الفساد عبر الأحزاب، بمعنى المحاصصات التي تحدث في الوزارات وذهاب نسب من عقود الوزارات إلى هذه الأحزاب. هذا في الحقيقة هو تحدي آخر كبير لا تستطيع الحكومة لحد الآن القيام بشيء بخصوصه، لأنه جذر الفساد سياسي وهناك خطوط حمراء حتى هذه الحكومة لا تستطيع أن تخرقها. لكنه أعتقد ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو خلق تيار شعبي داعم لها بخصوص مكافحة الفساد، يشجعها أو يدفعها إلى القيام بخطوات أكبر وأكثر جرأة. لحد الآن الخطوات التي تقوم بها الحكومة حتى وإن كانت هي خطوات جريئة، لكنها لا تعتبر خطوات كبيرة في ظل الاتساع الكبير للفساد. الفساد يضرب كل مؤسسات الدولة العراقية، أصبح هو الشيء المعتاد وهو الشيء الطبيعي. اللا فساد أصبح غريبا في العراق، يعني نحن بإزاء ثقافة رسخت الفساد وحماية مؤسساتية وحماية حزبية للفساد. ضرب كل هذا يحتاج تضافر جهود، ليس فقط جهود حكومة، جهود قانونية وجهود دولية وجهود فعاليات من صناع الرأي في العراق من أجل التعاطي مع الفساد، حملة وطنية ضد الفساد. الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. بعد الفاصل، هل بإمكان واشنطن مساعدة بغداد في التصدي للفساد؟ خليكم ويانا. إذن على ما يبدو أن محاولات الحكومة العراقية لمكافحة الفساد في البلاد لم تجني ثمارها بعد، فيما يعول آخرون على دور أمريكي ودولي لربما لمساعدة بغداد في القضاء على هذه الآفة التي نخرت الجسد العراقي. مشاريع تجمدت، فيما نسب متدنية من الإنجاز سجلتها أخرى، ناهيك عن تلك التي بقيت حبرا على ورق. السبب هو الفساد. صحيح أنها كلمة واحدة، لكنها لطالما كانت الشماعة التي يعلق عليها التلكؤ في إنجاز أي تطور ملحوظ في البنية التحتية أو على مستوى القطاعات المختلفة. حكومات تعاقبت وتعاقب معها شعار الإصلاح، لكن ما تحقق لا يتسق وحجم الهدر في المال وغياب المحاسبة الحقيقية للفاسدين. ملف كان هو العائق الأبرز في تلقي العراق أي مساعدات خارجية، فلا تعافي حقيقي من وجهة نظر العالم الغربي إلا بإصلاح حقيقي ينهي هذا الفساد. الولايات المتحدة التي قدمت للعراق أكثر من ملياري دولار منذ العام 2014 أشرت على الفساد المستجري في البلاد، والذي يقوض أي تقدم اقتصادي ويفقد الثقة بالمؤسسات الحكومية، بالرغم من محاولات حكومة الكاظمي ترميم ما يمكن عبر تأليف لجنة أقطابها من الأجهزة القضائية والأمنية للكشف عن المفسدين ووضعهم خلف القضبان. لكن على ما يبدو أن هذه الجهود لم تصل إلى الأهداف المرجوة منها، مما قد يعطل أي مسار تحاول بغداد أن تسلكه لاستعادة ثقة الدول المعنية بمساعدة العراق، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. بالعراقي يناقش أي إمكانية لواشنطن في مساعدة بغداد على التصدي للفساد. علي كريم لبرنامج بالعراقي. نرحب بضيوفنا الكرام للحديث أكثر. انضم لنا من واشنطن السيد جيفري كونجون، مستشار سابق للأمم المتحدة في مكافحة الفساد، ومن ولاية فيرجينيا السيد داغ باندو، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق، والسيد عباس كاظم، مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي. ضيوفي الكرام، أهلا وسهلا
بكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم. أبدأ معك سيد عباس، كمراقب للشأن العراقي كيف ترى خطوات الكاظمي في مكافحة الفساد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني جهود الكاظمي هي جهود جديدة في العراق حقيقة. الحكومات السابقة كانت لا نقول ترعى الإرهاب وعفوا الفساد، ولكن هي كانت أيضا لديها تسامح كبير مع الفساد. لأول مرة نرى أن هنالك جهودا حثيثة، وأيضا هنالك الكثير من الخطوات الملموسة، اعتقالات لأشخاص موجودين في العراق. في السابق كان حينما تتكلم مع رئيس وزارة يقول لك أرسلت مئات القضايا إلى النزاهة أو المحاكم، ولكن حينما تنظر إلى هذه القضايا تجدها أما قضايا قديمة جدا في العام 2003 و4 و5، أو أنها قضايا لأشخاص موجودين خارج العراق، وبذلك تكون يعني مسألة شكلية لا يعاقب أحد. واشنطن مهتمة جدا في مسألة مكافحة الفساد. الفساد هو الإرهاب الثاني في العراق، لكن أيضا أعتقد أنه واحدة من الأمور التي تستطيع واشنطن وحكومات غربية أخرى وحكومات حتى في المنطقة أن تساعد العراق أن تبدأ بالفاسدين المقيمين على أراضيها. يعني هنالك فاسدون مقيمون في أراضي كثير من الدول، هم يطالبون العراق بالقضاء على الفساد بمكافحة الفساد، ولكن حينما تقدم لهم سفارات الحكومة العراقية طلبات بإرسال أو تسليم فاسدين، خصوصا إذا كانوا يحملون جنسيات هذه الدول، نجد أن الأمر لن يصل إلى نتيجة. لذلك أعتقد هنالك نفاق في عند كثير من الدول التي تحاضر على العراق وتطالب العراق أن يكافح الفساد. هذا أمر، لكن كما قلت العمل الأكبر والأهمية الكبرى في العراق هي لجهود الحكومة لمكافحة الفاسدين في داخل الحكومة وفي أيضا داخل الدولة، وأيضا يجب أن يكون هنالك تفعيل للمؤسسات القضائية والرقابية لمنع الفساد، لأن الوقاية أهم من العلاج في موضوع الفساد. نعم سيد داغويد، مرة أخرى أهلا بك. ما هي انعكاسات حملة السيد الكاظمي ضد الفساد على طبيعة العلاقة مع واشنطن؟ نعم، أعتقد أنه يبذل مجهودا كبيرا، وهو يعمل أيضا على تحسين استقلال العراق حيال إيران. لديه أهداف واضحة تدعمها واشنطن وتعتبره أيضا ذات تأثير إيجابي، ولكن التحديات كبيرة جدا. رئيس الوزراء يحتاج دعما داخل العراق، لأن المسألة مسألة سياسية، وهناك فصائل كثيرة تريد أن تحصل على عائدات. هناك مجموعات دينية، مجموعات إثنية، مجموعات قبلية أو غيره. الأمور معقدة للغاية. أمريكا طبعا تنفق الأموال في العراق، وبالتالي من مصلحتها أن تدعم المؤسسات العراقية القوية التي يمكنها أن تعمل على مكافحة الفساد. الأمور تحسنت بعض الشيء في السنوات الماضية، ولكن المشكلة ما زالت كبيرة جدا، والشعب العراقي يريد أن تحل هذه المسألة، ولذلك تظاهر العراقيون، وبالتالي هذه الخطوة تحظى بدعم الشعب العراقي، ولكن المؤسسات والفصائل السياسية تصعب هذه المهمة. طيب أنتقل لك سيد جافري، وأهلا بك معنا. كيف بالمقابل يؤثر تصنيف العراق، آخر تصنيف للعراق على وفقا لمنظمة الشفافية، العراق يحتل المرتبة 160 في تسلسل الدول الأكثر فسادا، طبعا اللي هي 180 دولة، هذه تصنيفات عام 2020. كيف يؤثر هذا التصنيف على السمعة الدولية في الاستثمار، في وصول المساعدة حتى إلى العراق من أي جهة تريد مساعدته؟ هناك مشكلة في الصوت يبدو مع السيد جفري.
أعتذر منك سيد جفري، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، لعل الفريق فريق العمل يحاول أن يحل هذه المشكلة. أعود لك سيد عباس، هذه النقطة تحدث عنها أيضا سيد دوغماندا، وهي نقطة مهمة، مسألة استقلال العراق. هذا أول كلمة قالها سيد دوغ في إجابته، ومحاولة تقليل التأثير الخارجي، الجماعات مسلحة تريد أن تسيطر على عائدات النفط في العراق. يعني موضوع الفساد موضوع حتى أمني بجانب منه بالنسبة للعراق. بكل تأكيد الفساد هو جزء من الاختراق الأمني، حينما يكون الموظف ورجل الأمن مرتشيا تستطيع أن تفعل ما تشاء من خلاله، هو سيسهل عليك الأمور. وهنالك قضايا كثيرة وصلت إلى المحاكم المتورطون فيها، إما أنه رجال أمن أو رجال جيش أو رجال حتى حمايات ساسة، وتصل إلى حد أعلى الهرم، يعني نائب رئيس الجمهورية إلى آخره في زمن معين مع السيد طارق الهاشمي وغيرهم، رافع العيساوي أيضا. اتهامات كبيرة وخطيرة لأناس يستخدمون باجات أو طبعا تذكر هذه الأسماء التي وجهت لها اتهامات رسمية بقضايا معينة. نعم هناك قضايا، هم محكومون الآن إما خارج العراق، وقسم منهم عادوا وسووا القضايا وانتهت الأمور، ولكن القضايا موجودة وهذا public record، يعني سجل عام، لا يستطيع أحد، نحن لا نتهم أحدا لم يتهم في المحكمة. أيضا هنالك كما قلت، يعني هذا يعني يعود إلى صلب كلام حضرتك، أنه الموضوع هو الإرهاب وأيضا الاختراقات الأمنية والفساد تسير يدا بيد ويعضد بعضها بعضا. لكن أعتقد بأنه مشكلة الفساد هي ليست فقط مشكلة سيادة العراق، ممكن أن نتكلم عنها في موضوع الاختراقات الأمنية، في موضوع الأشياء أخرى تؤثر على القرار العراقي الخارجي، ولكن موضوع الفساد هو موضوع داخلي بامتياز. الذين يقودون العراق والذين لديهم سلطة وقدرة على مكافحة الفساد أحيانا هم فاسدون. لذلك يعني الفساد هي إرادة للأحزاب السياسية، للطبقات السياسية. العراق لا يوجد فيه مثلا، لا توجد فيه قوانين تنظم الانتخابات والحملات الانتخابية. من أين تأتي هذه الأموال الطائلة التي تمول حملات ضخمة جدا؟ من أين تأتي هذه العقارات الضخمة وهذه الإمكانيات الضخمة لدى أحزاب ربما بعضها لم يتشكل إلا منذ سنة أو سنتين؟ العراقيون لا يتبرعون إلى الأحزاب بالأموال، وأيضا أصحاب هذه الأحزاب ليست لديهم أعمال نعرفها، لا توجد صناعة ولا زراعة ولا أمور أخرى توفر الأموال، إما هي عملية سرقة من أموال الدولة أو اعتداء على المال العام كالنفط وغيره وتهريبه. طيب سيد عباس، يعني كل هذه السنوات وحضرتك مقيم في واشنطن، يعني كل هذه السنوات الحكومة العراقية لم تطلب من الولايات المتحدة أن تساعد، أو العكس لم تحاول واشنطن أن تساعد من باب التحقيق، من باب كشف ملفات معينة؟ يعني كما قلت، الولايات المتحدة همها في العراق الأول وشبه الأخير أيضا هو مسألة مكافحة الإرهاب. يعني أنا نتكلم، ما هذا الموضوع مرتبط بهذا مثل ما حضرتك تفضلت. صحيح، ولكنهم يفصلون بين الاثنين. أقول لك، وهذا موضوع، يعني إذا كان المسؤول العراقي فاسدا ويكافح الإرهاب بطريقة ترضي الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تغض النظر عن فساد الشخص لأنه يكافح الإرهاب. هذا موضوع واضح جدا. أيضا هنالك ليست فقط الولايات المتحدة وإنما الدول الأخرى التي تدعم العراق، حتى الأمم المتحدة هم يجلسون مع فاسدين ويعرفون أنهم يعني فاسدون، يعني دعني يتعاملون معهم ويشرعون ما يفعلون. دعني أنتقل، لأن هذه وجهة نظر، يعني وجهة نظر حضرتك وجهة نظر محترمة، لكن أيضا لعل هناك رد عليها أيضا من الجانب الآخر. لكن أريد أن أنتقل السيد دوغماندو، كيف تعلق على كلام السيد عباس بأن الولايات المتحدة لربما، يعني لا أقول ساعدت، لكن الولايات المتحدة ربما لم تساعد العراق بصورة كافية، هل هي مسؤولية الولايات المتحدة؟
أعتقد أن ما رأيناه في السنوات الماضية هو تركيز أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على مكافحة الإرهاب، لأن أمريكا تراجعت عن تورطها العميق في السياسات العراقية الداخلية والشؤون الداخلية، وبالتالي قررت واشنطن أن تعيد ترتيب أولوياتها، وقررت أن الأولوية الأولى هي القضاء على داعش، وهو أمر كان أيضا أساسيا بالنسبة للعراق، ولكن أيضا من السهل أن ترى واشنطن ما هو النجاح ضد داعش. أما فيما يتعلق بمساعدة العراق على بناء مؤسسات تتعاطى مع رجال السياسة، خاصة فيما يتعلق بمعاقبته من جراء تصرفات فاسدة، فهذا أكثر تعقيدا بكثير بالنسبة لواشنطن. التركيز على داعش وتركيز إدارة الرئيس ترامب على إيران جعل الإدارة الأمريكية السابقة تركز خاصة على العراق من الناحية الأمنية من دون التركيز على التنمية مثلا وعلى مكافحة الفساد. نعرف أيضا أن العراق يحتاج إلى دولة يسيطر فيها على الفساد، ويمكن للمستثمرين من الداخل ومن الخارج أن لا يقلقوا حيال الفساد. وهذه هذه النقطة، يعني رحب مرة أخرى بالسيد جيفري، بعد أتمنى أن يكون الاتصال الآن أفضل ويسمعني بصورة أفضل. يعني أريد أسأل نفس السؤال بطريقة يمكن أخرى، كيف يؤثر، وأتمنى أن تكون استمعت لما قاله ضيف الكرام، كيف يؤثر هذا الكم من الفساد في العراق المصنف يعني تصنيف عالي حول العالم بالفساد، كيف يؤثر على فرص التنمية وفرص حتى استقطاب الاستثمار من الخارج؟ نعم، مجتمع المستثمرين والشركات الأجنبية تتردد عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العراق لسببين: أولا الفساد في القطاع المالي، وثانيا الفساد في سلسلة الإمدادات خاصة في إطار الجمارك. وطبعا أيضا نعرف أن البعض في العراق لا يدعمون الاستراتيجيات الغربية وكذلك الدول الخارجية، وبالتالي الصين في اتفاقها مع العراق تستفيد من هذه النشاطات لأنها لا تريد صفقات مالية، بل تأتي ببرامجها وتحصل على النفط الخام مقابل هذه البرامج. والأمر ينسحب أيضا على إيران في استغلالها للقطاع المصرفي العراقي الذي يقوض مصداقية هذا القطاع على المستوى الدولي. ولو تم تحسين الأوضاع في هذين المجالين فإن مجتمع الأعمال قد يعود إلى العراق، من دون ذلك الممارسات الفاسدة ستؤثر عليه. طيب سيد عباس، ربما لديك تعليق على ما قاله السيد جيفري. لا يعني صحيح على هذا الكلام أن هنالك دول في الجوار يعني تسهل موضوع انتقال الأموال العراقية ولا تحاسب على أمور مثل، يعني لا نقول على الأقل غسيل الأموال، ولكن على الأقل انتقال الأموال بطرق فنية ومبتدعة وإبداعية. يعني دول كالإمارات، الأردن، تركيا، إيران، هذه في المنطقة. وأيضا كما قلت الكثير من الأموال وصلت إلى أوروبا والولايات المتحدة، لذلك أتصور بأنه الموضوع فيه الكثير من التعقيد. يعني نعم العراق هو دولة فيها لديها السيادة، دولة لديها قوانين داخلية من الصعب التدخل فيها، ولكن الموضوع هو يعني أعتقد بأنه المجتمع الدولي يستطيع، لديه أوراق كثيرة يمكن أن يضغط فيها على الحكومة العراقية. وقبل الضغط أيضا يجب أن، أحيانا وجدنا أن محاولات موجودة عراقية لمكافحة الفساد وئدت لأنها سيست أو مثلت بأنها مثلا ملاحقة خصوم أو تصفية حسابات. حتى الآن الكاظمي
وهو ربما أكثر رئيس وزراء حارب الفساد الموجود في الوقت الحالي. يعني بعض المعتقلين الذين اعتقلتهم لجان الكاظمي هم مسؤولون كبار في الدولة، كما قلت في السابق كانوا يأتون بملف منذ سنوات طويلة وصاحبه إما ميت أو خارج العراق. هذا الرجل يذهب إلى أناس لديهم إلى الآن يمارسون الفساد وأمسك بهم، لا يزال التسييس، لا يزال يتهم بأنه يصفي الحسابات مع الخصوم، لا يزال يتهم بأنه. طيب إلى أي مدى سيد عباس يعني أريد أسألك يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح السيد الكاظمي في هذه الجهود مع عدم وجود كيان سياسي قوي، حزب يدعمه؟ هذا يعني مقياس النجاح يختلف أستاذي العزيز. أولا يعني أعتقد بأنه لا يستطيع رئيس وزارة واحد أن ينجح في مكافحة الفساد الاستمرارية. نعم. قلنا أن الفساد جبل كبير. نعم. ما نرى منه هو فقط هذه قمة جبل الجليد من الفساد، لكن الأفضل يعني أعتقد أنه يستطيع أن ينجح في أن يوفر ثقافة مكافحة الفساد، أن يضع الأسس لمكافحة الفساد، تشكيل لجان، تشكيل مؤسسات لمكافحة الفساد. هو لديه سنة أو ربما سنة وعدة أشهر، هو حتى ليست لديه 4 سنوات، ولكن أعتقد بأنه إذا وضعت الأسس وأصبحت هنالك ثقافة لمكافحة الفساد، لأن المشكلة في العراق بعد 2003 أن الفساد أصبح ثقافة مقبولة في الثقافة العامة، وهو أيضا يسبق 2003 يعني. نعم. حتى ربما سنوات الحصار كانت من أكثر السنوات التي أسست للفساد، ولكن مع الأسف بعد 2003 أصبح الفساد هنالك تطبيع للفساد normalization. لذلك أتصور بأنه لا استطاع الكاظمي أن يوقف هذا التطبيع للفساد ويحول الثقافة من ثقافة متقبلة للفساد إلى ثقافة رافضة له، هذا نجاح كبير. يعني أشكرك سيد عباس، أيضا ذكرت نقطة مهمة يعني أنا فاتني يعني شخصيا أن أذكرها، هو أنه موضوع الفساد فعلا بالعراق هو موضوع ما إجا بال2003 فقط، هو موضوع موجود حتى قبل 2003. اليوم اللي صار هو النورماليزيشن أو اللي هو صار قبول أو ثقافة للموضوع. ضيوفي الكرام أستأذنكم فاصل قصير ونواصل معكم سادتي المشاهدين، مستمرون معكم بالحديث عن وجهة النظر الأمريكية حول الفساد في العراق، خليكم معنا. أهلا بكم مرة أخرى متابعي برنامج بالعراقي، وأرحب مجددا بضيوفي الكرام من ولاية فرجينيا السيد عباس كاظم مدير برنامج العراق في المجلس الأطلسي، ومن أيضا من فرجينيا السيد دوغ باندو مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق، ومن واشنطن أيضا معنا جيفري كونجون مستشار سابق للأمم المتحدة في مكافحة الفساد. ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم، ويمكن يعني أذهب إلى السيد دوغ باندو. أريد أسأل اليوم في واشنطن الإدارة الديمقراطية، الرئيس بايدن، الديمقراطيون دائما يعني يتحدثون بدعم الإصلاح ودعم الإصلاح في حول العالم، وهي سياسة أمريكية ليست فقط ديمقراطية، لكن اليوم تحت في ظل الديمقراطيين كيف ترى التعامل، كيف يمكن أن يكون التعامل مع حركة الإصلاح التي يحاول أن يقوم بها السيد الكاظمي؟ الرئيس بايدن ومن يعمل معه قد شددوا كثيرا على حقوق الإنسان أكثر من إدارة الرئيس ترامب، وبالتالي التعايش مع حكومة غير فاسدة وتلبي طلبات الشعب يعتبر أمرا أساسيا في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي أتوقع من هذه الإدارة أن تركز على مكافحة الفساد في إطار جهودها للترويج للديمقراطية. والبعض يتكلم أيضا عن مبادرة واسعة لمكافحة الفساد تنطبق على دول كثيرة بما فيه العراق لمساعدتهم في التعاطي مع مكافحة الفساد، ولكن هذه الإدارة لم تصل إلى هذه النقطة حتى الآن. الرئيس في البيت الأبيض منذ 3 أشهر فقط ولديه الكثير من المشاكل الداخلية، ومن الصعب التعاطي مع بعض الشؤون كالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومسألة
الصين وتايوان وروسيا وشبه جزيرة القرم. هي مبادرة ستكون مهمة، ولكن لن يكون من السهل للرئيس أن يضعها في أولوياته مع كل ما لديه من مشاكل. أنا شخصياً أتمنى أن يركز على هذه القضية مكافحة الفساد، لأنها في أساس مشاكل مختلفة أخرى. إن أردنا التنمية في العراق، إن أردنا الاستقرار في العراق، وإن أردنا التأثير على الميليشيات والفصائل العنيفة، كل ذلك يتطلب العمل على مكافحة الفساد. أعتقد أن هذه الإدارة مع التركيز على أزمات أخرى قد تنسى بعض الشيء مسألة مكافحة الفساد. الرئيس والإدارة الجديدة يجدروا أن يعترفوا أن الفساد يؤثر على كل المبادرات في الشرق الأوسط وفي شتى أنحاء العالم. سيد جفري، بالمقابل أيضا هناك دور لمنظمات المجتمع الدولي، هناك دور للأمم المتحدة التي عملت فيها كمستشار في مكافحة الفساد. كيف يمكن لهذه المؤسسات الدولية أن تحاول أن تساعد العراق أو تدعم العراق فيما يقوم به؟ أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يلعب الدور الأساس في مساعدة العراق على البدء بمبادرة إصلاح مالي. البنك الدولي لديه مبادرة عودة الأعمال، ويبدو أن هذه المبادرة فعالة، ما زالت في بداياتها، ولكنهم يعملوا مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء. وأتمنى، أعتقد أن هذه المبادرة ستعيد الأعمال إلى العراق. مجددا التركيز يجدر أن يكون على القطاع المالي وعلى الحدود وعلى سلاسل الإمدادات لتكون المبادرة فعالة. البنك الدولي والأمم المتحدة منخرطان إلى حد كبير في هذا الإطار، وأنا برأيي هذه المبادرة ستكون ناجحة. مجددا هي في بداياتها، خاصة لأن هناك أزمة كوفيد-19، ولكن بدأت الآن تتقدم، وبدأنا نرى بعض الفاعلية في خفض الفساد، خاصة في القطاع المالي وكذلك على مناطق العبور الحدودية. سيد عباس، الوضع يبدو، يعني أكو تفاؤل دولي، أكو تفاؤل أمريكي، أكو تفاؤل حتى عراقي بالجهود اللي تصير اليوم. شلون يمكن ترجمتها والاستفادة منها؟ نحكي على المومنتوم، مو نحكي على الدفعة هذه اللي هسه القوية اللي يحتاجها العراقي بالداخل حتى يساعد على قضاء الفساد، أو على الأقل تحجيمه بالمرحلة. سؤال ممتاز. أعتقد بأنه نحن الآن في أفضل أوضاع العراق لموضوع مكافحة الفساد. أولاً، هنالك زخم شعبي كبير جداً. المظاهرات التي جرت في العام 2019 و2020 هنالك أيضاً، ولا تزال مستمرة الضغوط. أيضاً وزارة الكاظمي أعتقد بأنها أتت وكان في لأول مرة في منهاجها الحكومي هو مكافحة الفساد. العالم الآن يطالب، وأيضا هنالك يعني موضوع الاقتصاد العراقي الآن في وضع صعب جدا. كل دولار يهدر يؤثر على الحياة اليومية للعراقيين. الورقة البيضاء تكلمت كثيرا عن الفساد. هذه الأمور كلها مجتمعة. أعتقد بأنه إذا استمرت الحكومة في هذه الجهود ولم تلتفت إلى التسييس ولم تلتفت إلى الاتهامات، سنؤسس لثقافة مكافحة الفساد، وهذا هو المهم. أعتقد بأنه أيضا يجب أن يكون هنالك نوع من رفع الضغوط على الحكومة العراقية في مسألة إعادة تأهيل الفاسدين. هنالك فاسدون كثر خرجوا من الوزارة، مثلا وزير يطرده مجلس النواب ثم يعود رئيس كتلة في مجلس النواب، وزير آخر يطرد يذهب الى كتلته ويعمل، وهنالك ايضا وزراء يعني كانوا فاسدين مثل عبد الفلاح السوداني مثلا، يعني حتى لا يقال بانني فقط ذكرت اسماء لساس السنه. عبد الفلاح السوداني احد اعضاء حزب الدعوه. احنا نفضل ما نذكر اسماء، بس يعني حضرتك تذكر اسماء عندها قضايا، تفضل. اي
يعني هذه أمور كثيرة. يعني لدينا حقيقة يعني من أعلى المستويات في الحكومة، إما أنه تسوى قضيته وحتى لا يطالب بإعادة الأموال، أو أنه كما قلت يخرج من الشباك ثم أو من الباب ثم يعود من الشباك في العملية السياسية. كيف يمكن لفاسد يخرجه من مجلس النواب بتهم فساد وإهدار الأموال العام ثم يعود رئيس الكتلة يشارك في الانتخابات ويفوز؟ هذه إشكالات كبيرة. يعني هنالك أيضا يجب أن يوضع حد للفساد من خلال عملية إعادة تدوير الفاسدين، هذا الذي أقصده. يعني لا يهمني أنا الأسماء، ولكن فقط الأسماء لكي يرى المشاهد يعني ما هو حجم الـ 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 الإشكال. طيب. وكيف يمكن أن ننظر إليه؟ هو ليس فقط في مجموعة وليس فقط في حزب، الإشكال هو موجود في كل الجهات الإثنية والطائفية موجودة في العراق. البعض يتحدث، حتى سيد عباس البعض يتحدث أن موضوع الفساد بالعراق صار ما مرتبط بأشخاص ولا مرتبط بكيانات، صار مرتبط بمجاميع لها عروقها بالماء مثل ما نقول بالعراقي. بالتأكيد. في كل مكان موجودين وكل مكان واصلين. خليني أروح للسيد دوغ باندو. سيد باندو، أيضا حضرتك خبير في السياسة الأمريكية لسنوات طويلة، لعلي أقول أكثر من موجود اليوم يمكن بضيوف الكرام، مع أستأذن ضيوف الكرام طبعا بهذا التقييم، لكن أريد أسأل، واشنطن عندها خبرة عريقة وعميقة وطويلة في مكافحة الفساد في دول كثيرة حول العالم. اليوم التجربة الأمريكية في تدريب الكوادر، تدريب المنظمات المحلية، يعني شلون ممكن واشنطن تستفيد أو العراق يستفيد من واشنطن عن هذا الصعيد تحديدا؟ من أهم المسائل التي تم الإشارة إليها هو تعزيز المؤسسات، أن يكون هناك آلية مالية في وزارة المالية أو فيما يتعلق بسلاسل الإمدادات وكذلك الجمارك على الحدود. في هذا المجال نحتاج إلى مؤسسات نزيهة وقوية، وعلينا أن نبنيها، وذلك يتطلب الخبرات ومساهمة المنظمات الدولية التي هي فعالة في هذا المجال أيضا بمساعدة أمريكا، ويتطلب ذلك المساعدات المالية والدعم السياسي القوي. مجددا الدعم السياسي يجدر أن يكون موجودا في العراق، وعلى أمريكا أن تكافئ الوجوه السياسية والفصائل السياسية التي تكون على استعداد لدعم الحكومة النزيهة والخطوات التي تتخذ لوضع حد للفساد. هناك الكثير من الانقسامات حتى ضمن الكتل السياسية أو الكتل الدينية أو غيره. العراق بحاجة من دون شك إلى المجتمع الدولي وإلى أوروبا، وطبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وداخليا الشعب العراقي يطالب بالتغيير، فلا بد للقازم أن يستفيد من هذا الزخم، من زخم المتظاهرين. طيب سيد جافري، أيضا موضوع آخر وهو موضوع الثقافة المجتمعية في مكافحة الفساد، وهذه نقطة يعني أيضا لا تقل أهمية، أنه ثقافة المجتمع في مكافحة الفساد. حدثنا عن أهمية وجود هذه الثقافة ودورها في كبح الفساد. نعم، هي مشكلة صعبة للغاية يواجهها العراق، لأن هناك أجيال من الضغط. أنا وجهت السؤال لحضرتك لأن جمعية حضرتك تعنى بالبناء المجتمعي، لذلك أريد أن أسمع وجهة نظر حضرتك. نعم، من دون شك، كما أشار زميلي، لابد من أن نبدأ منذ البداية بالتركيز على المجتمع، على إعادة تكوين
المجتمع لاعتماد إصلاحات وقائية أولاً، كذلك التخفيف من القبول المجتمعي للفساد لكي لا يدفع الناس مثلاً البراطيل أو غيره عندما يطالبون بورقة أو وثيقة ما. طبعاً تغيير المجتمع لن يكون سهلاً، ولكن الشباب هم الذين سيعملون يلعبون الدور الأساسي في هذا المجال. وكما قال أيضاً الزميل الخبير، الناس في الطرقات هم الذين يطلقون التغييرات، ولذلك الإصلاحات يمكن أن تكون فعالة لأنها مطلب من المتظاهرين ولا تأتي من الأعلى. التغيرات المؤسساتية يجدر أن تأتي من المسؤولين، ولكن المطالبة بالتغير يأتي من الشعب، وأعتقد أن الشعب سيعمل على محاسبة الفاسدين. نظام التربية من دون شك أيضا يجدر أن يلعب دورا مهما في هذا الإطار ليكون جزءا من الحل ومن الإصلاحات. سيد عباس، العراقي اليوم شلون يقدر يدعم حملة مواجهة الفساد؟ الفقرة الأولى يمكن سمعت الدكتور عقيل إيش قال، قال إنه واحدة من أفضل فرص السيد الكاظمي إنه يخلي الشارع يدعمه. شلون يصير هذا الدعم؟ يعني نحن لاحظنا بأن من أهم مطالب ثورة تشرين أو حراك تشرين العام 2019 هو مكافحة الفساد. الأسباب الأساسية التي أخذت الناس إلى الشارع للتظاهر وإلى الاحتجاج كانت مسألة الفساد وتبعات الفساد من انعدام الخدمات وانعدام الفرص، لأنه المحسوبية تعني أيضا انعدام لفرص ناس قد يستحقونها. إذن هذا هو يعني الناس هم أصلا يطالبون بذلك. المشكلة هي أنه فقدنا موضوع الأمل في الفساد، لأنه حدثت يعني أصبح الفساد أشبه كما قلت ثقافة عامة في المجتمع، حتى أنه اللغة كيفت لتتضمن مسألة الفساد وتتعامل معها بطريقة تطبيعية. لذلك أتصور بأنه كل الذي يحتاج إليه الآن هو الجدية من الحكومة. إذا رأى المجتمع بأن الحكومة جادة في محاربة الفساد، لا تكيل بأكثر من مكيال، تضرب الفساد أينما كان. يعني إحنا لدينا أكثر من مناسبة، مثلا في العام 2000 وفي فترة الدكتور العبادي كانت هنالك فتوى لمحاربة داعش، وهنالك فتوى للضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين. الفتوى محاربة داعش أخذت بحذافيرها وطبقت بالحرف، أما فتوى محاربة الفاسدين فأهملت تماما، إلى درجة أن السيد السيستاني رفض مقابلة أي سياسي عراقي على خلفية هذا الموضوع. وهو يجي واحد هم يسألك سيد عباس يقول لك ليش هاي الفتوى الناس تأخذها وهاي الفتوى الناس ما تأخذها؟ لأنها هم يأخذون من الفتاوى ما يلائم أجنداتهم السياسية. طيب، والشخصية والحزبية. خليني الفتاوى الأخرى ما بقى يرفضونها لأن تتعارض معهم. إذا توقف الفساد ستموت هذه الأحزاب. كما قلت لا توجد لديها طرق للتمويل، لا توجد هؤلاء أيضا هنالك المال الكثير السائب الذي يغرفون من ما هو الدافع لهم ليتوقفوا. إن لم يكن هنالك دافع أساسا من الشعب، لأنه عادة. طيب، أستاذنك سيد عباس، ما بقى عندي لأنه وقت، أريد أسمع أيضا وجهة نظر السيد دوغباندو بصورة عامة. هل تتوقع أو هل أنت متفائل بأن هناك تغيير حقيقي اليوم في تحديدا في ملف مواجهة الفساد في العراق؟ نعم، أنا متفائل لأنني أرى دور الشباب وهم يتخطون الانقسامات المختلفة، وهم أمل العراق وهم المستقبل، وأتمنى لهم النجاح في هذا الجهد. أيضا سيد جفري، تحدثت عن الدور المجتمعي أو دور المنظمات. اليوم التدريب أو يعني محاولات التدريب داخل العراق لهذه الكوادر، وأنت أيضا تعمل في المنطقة، حدثنا كيف تعولون أو إلى أي درجة تعولون على هذا التغيير أن يأتي من الداخل من قبل الشباب؟ نعم، أعتقد أننا سنشهد تغيرات في النظم
مثلا لا يمكننا أن ننجح بالتركيز فقط على الأشخاص، علينا أن ننتقل إلى المعايير الدولية المرتكزة على تحسين النظم المختلفة بما فيه إدارة عمليات الأعمال وكذلك الإصلاحات على مستوى الأنظمة والمؤسسات التي تعزز فعالية الحوكمة وشفافيتها. وطبعا المهمة تعود إلى الشباب، هم الذين يأتون بالمهنيين. سيد عباس لك الكلمة الأخيرة بثلاثين ثانية. ربما واحد من أهم العوامل المساعدة للفساد هو البيروقراطية العراقية. العراق لا يزال يدار بالطريقة العثمانية كما كان يدار قبل 120 سنة. مع الأسف كل هذا التطور لم يحدث تطور في البيروقراطية، لذلك هذه البيروقراطية، هذه الأوراق الكثيرة. سيد عباس اعذرني على ضيق الوقت، وإلا إن شاء الله قعدات وسوالف ثانية. شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لكم أيضا سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. اليوم آخر حلقات الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. لا تنسون تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.